خلينا النهارده بقى نتكلم في حل المشكله الازليه دي والتطبيق اللي هيساعدك تحلها بسهوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. موضوع النسيان ده كلنا تقريبا على الكوكب الا 5-6 كده بنعاني منه وعامل لنا ازمه، وفي ناس بتواجه الموضوع زي حالاتي كده ومش بتيأس وبتحاول بكل الطرق، ولكن للاسف كل الطرق دي دايما بتنتهي بالفشل. الفكره ان الموضوع مش بس عامل لك ازمه بشكل شخصي كده اللي هو بينك وبين نفسك كده، ولكن هو كمان بيحطك في مواقف محرجه جدا. قبل يا عم نسينا زي كده مثلا، حاولت انا بقى بكل الطرق ان انا احل المشكله دي، زي مثلا ان انا احمل تطبيق جوجل كيب على الموبايل، واكيد موجود منه نسخه للكمبيوتر، فبالتالي هفضل فاكر الحاجات، ولكن تدريجيا بنسى ابص عليه اساسا، فاقول لا مش هينفع الكلام ده واضيف له ويدجت على الشاشه من بره علشان يبقى في وشي على طول، ومع الوقت بنسى ابص عليها برده. ده غير ان النوتس او الملاحظات لو الكلام فيها زاد بتختفي من الشاشه كده من الويدجت. اقول ما بديهاش بقى واكتب مثلا جمله صلي على النبي وبص على النوتس واعمل لها بين في تطبيق جوجل كيب واحطها هي كده في الويدجت قدامي علشان تفكرني ان انا ابص على النوتس نفسها، ومع الوقت برده بنسى ابص عليها. ميؤوس من الموضوع على الاخر، مفيش فايده اقعد. قلت لا بقى الموضوع لازم له وقفه، ورحت جاي في الامضه اللي بتكون على اللوك سكرين كده او شاشه القفل، وكتبت برده صلي على النبي وبص على النوتس علشان في اي وقت افتح ابص على الساعه وابص على اي حاجه الاقيها في وشي وافتكر، ومع الوقت برده ما شاء الله ما بقتش ابص عليها. الموضوع ميؤوس منه على الاخر، وده يا صديقي كان اختصار الازمه اللي حاولت احلها وما نفعش، كتاب حياتي عين لحد ما قابلت التطبيق ده. قبل ما نخش بس في التفاصيل، في كام ثانيه كده ما تنساش انك تدوس على زر اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس اللي بتنسى زي حالتنا كده ويستفيدوا بيه. فكره التطبيق بسيطه جدا يا صديقي، وهو تطبيق ملاحظات زيه زي اي تطبيق تاني، ولكن بيضرب في حته حساسه شويتين. كلنا دلوقتي معانا موبايلات تاتش وموبايلات سمارت فونز، سواء بتستخدمها سوشيال ميديا او بتستخدمها للشغل او بتستخدمها مثلا للتصوير والكاميرا والفوتوغرافي، او حتى بتستخدمها الاستخدام البدائي اللي هو مجرد اتصال واستقبال، لكن كلنا دايما هنكون بنتابع الاشعارات، كلنا هنكون بننزل شريط الاشعارات ونبص فيه. وفي بقى حقيقه علميه من دراسات بتقول لك ان في المتوسط احنا بنبص على مكان شريط الاشعارات في الموبايل يوميا 80 مره فيما فوق. الحقيقه العلميه دي يا سيدي بتلاقيها في وشك اول ما بتفتح التطبيق، ولو هنتكلم في الواقع فالارقام المفروض تكون اعلى من كده بكتير، ولكن تقريبا التطبيق مش عاوز يصدمنا. طب فكره التطبيق ده ايه؟ تعالى كده نبص عليه بسرعه. انت ببساطه لما بتفتح التطبيق ده بيكون عندك شويه حاجات كده، لكن الاساس فيهم انه بيكون عندك علامه البلس هنا بتدوس عليها علشان تكتب ملاحظه، تكتب نوت. اول حاجه بيكون عندك التايتل، وليكن مثلا نكتب مثلا تسجيل، وبيكون عندك الديسكريبشن هنكتب مثلا تسجيل الحلقه، وبيكون في عندك البريوريتي او الاولويه، بيكون في عندك هاي وميديوم ولو، يعني اولويه قصوى متوسطه اولويه على اقل حاجه خالص، فانت مثلا بتختار هاي اللي هي الاحمر، وبعدين بتختار بيند، هو بيعمل لك بيند اللي هي مثبت، فانت بتختار مثلا بيند بتاكد انها معموله، وبعدين بتدوس على اد. بس كده انت لما بتدوس على اد بتكون موجوده عندك في شريط الاشعارات نفسه من فوق. طبعا انا من الناس اللي بستغلس لما يكون في اي حاجه موجوده فوق كده، اي علامه اي ايقونه لاي تطبيق او لاي اوبشن شغال، ببقى عايز اعرف بتاعتي علشان اشيلها، فبالتالي هي بتكون موجوده عندك كده ثابته من فوق. وفي نفس الوقت لما بتنزل شريط الاشعارات لاي نوتيفيكيشن بتجيلك من اي تطبيق مهما كان هتلاقيها موجوده عندك، العنوان، وهتلاقي موجود عندك الوصف بتاع العنوان كمان. مش بس كده، الاعدادات فيه بتكون بسيطه ولكن فعاله جدا، يعني بيكون عندك فيه سورت نوتس باي بريوريتي ليفل، يعني بتقدر ترتب النوتس او الملاحظات اللي عندك طبقا للاولويه اللي انت حاططها ما بين الميديوم والهاي واللو اللي احنا سائلين عليها. وكمان بيكون عندك ان بين اول نوتس او ديليت اول نوتس، ودي اللي من خلالها بتقدر تلغي تثبيت الملاحظات اللي موجوده في شريط الاشعارات او تمسحها على طول. طبعا التطبيق فيه مميزات اكتر من كده مدفوعه، ولكن المميزات اللي موجوده فيه من النسخه المجانيه تكفي وزيادة انها تحل عندك مشكلة النسيان دي خالص. يعني لو هنمشي على الحقيقة العلمية اللي قلنا عليها من شوية، فانت في اي وقت من 80 مرة بأقل تقدير اللي انت هتنزل فيهم شريط الاشعارات هتلاقي في وشك كل النوتس او الملاحظات اللي انت كاتبها فتفتكرها على طول. فنقدر نقول انه بالتطبيق ده هتحل تماما مشكله النسيان دي، وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده هنسيبه تحت في الديسكربشن بوكس عن الطريقه اللي تقدر تثبت بيها تطبيقات في الخلفيه بعد التحديث الجديد لو موبايلك شاومي وصل لك تحديث اندرويد 11. لو انت موبايلك شاومي ووصلك تحديث اندرويد 11 فاكيد لاحظت ان اختيار قفل التطبيقات اختفى من مكان الاخيره اللي كان موجود فيه، فازاي تقدر تقفل التطبيقات في الخلفيه دلوقتي في موبايلات شاومي؟ بس هتحتاج يا صديقي في الاول كده انك تتمرن وتتدرب انك ما تنساش تكتب في التطبيق اساسا، ودي بتاعتك بقى. وطبعا تقدر تضيف ويدجت للتطبيق ده على الشاشه الرئيسيه علشان يفكرك بيه لحد ما تتعود يعني. ودي كانت نهايه الفيديو، ما تنساش انك تدوس على زر اللايك اللي عندك زي ما اتفقنا، وهيكون فينا زرار اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.